أستاذي الكريم، بعد هالتجربة الطويلة ولك مديد العمر، بعد سقوط نظام البشير، كيف تقيم وضع الصحافة السودانية؟ نظام البشير استمر 30 سنة، ده معناها حكمنا نصف فترة الحكم الاستعماري الإنجليزي المصري. ده الحكم 60 سنة، هو منفردا حكمنا 30 سنة، وده معناه أكثر من ضعف حكم المهدية. المهدية حكمتنا 13 سنة، هو حكمنا 30 سنة. ولذلك في أجيال تربت على واقع الوضع بتاع الإنقاذ، وهو وضع من البداية معطوب، لأنه ضد الحرية، ضد الرأي الآخر، ضد الأفكار. عمل انفتاحات في بعض المراحل من حياته، لكن كانت مؤقتة وتكتيكية، يعني مناورة أكثر منها رغبة. وبالتالي في أجيال نشأت ما لها علاقة بالصحافة، وساعد أنه التغييرات اللي حصلت في المجتمع الدولي كله خلقت ثورة معلوماتية، وخلقت ثورة تقانة، وثورة اتصالات. فوجدوا متنفس في السوشيال ميديا وفي الانترنت وفي المواقع الجديدة، فبدأ يكون في إعلام موازي وإعلام تقليدي ماشي بالطريقة دي. ولذلك الضرر الحصل للإعلام التقليدي كبير جدا. لما السودان حصلت فيه أزمة اقتصادية وانخفض قيمة الجنيه السوداني، بقت تعاني الصحافة من أزمة مزدوجة. أزمة القارئ فقد الثقة فيها وبقى ما مقبل عليها، ثم أنه وجد البديل في الإنترنت فاستغنى عن الباقي، فبقى البيع بتاعه منخفض خالص والإعلان بتاعه منخفض خالص، وبتواجه أزمة اقتصادية بقت مواكبة لأزمة مهنية. وهل فرح محجوب بسقوط نظام البشير؟ أنا أفرح بسقوط كل نظام ديكتاتوري في السودان، لكن هذا نوع الفرح الذي لا يرضى به أحد، لأنه بيجي بعد طول معاناة. لأنه لابد أنه يكون في ديكتاتور أزعجنا خالص عشان نفرح بالشكل ده. أنا فرحت فعلا، لأنه بفتكر أوشك أن يترك آثار تصعب أو يستحيل إزالتها في جيل أو جيلين. يعني أنت إذا أجريت انتخابات بكرة هتكتشف أنه أي زول عمره أقل من 50 سنة ما مارس حق الانتخاب تحت نظام ديمقراطي في السودان.